السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم. وصفتنا اليوم هي يخنة اليقطين باللحمة والحمص. مقادير وصفتنا اليوم: يقطين أو قرع عندي الحجم 1 كيلوغرام، 250 جرام لحمة مفرومة قطع متوسطة، 1 كوب حمص مسلوق أو معلب، فلفل أسود، معلقة سمن. عندي 3 أو 4 شرائح من الفلفل المشوي وخمس أو ست حبات طماطم منقوعة بالزيت. بالنسبة لهالمكونين إذا مو موجودين طريقة تحضيرهم رح أترك لكم روابطهم بصندوق الوصف. معلقة معجون طماطم، ملح، سكر، بصلة متوسطة مفرومة ناعم. رح فرغ لقلب اليقطين من البذور والألياف الموجودة بداخلها. أفضل طريقة عنا للتفريغ هي استخدام المعلقة، بسهولة نقدر ننزعهم. أنا رح أقطعهم بهذا الشكل حتى أقدر أقشرهم بكل سهولة. شرائح الفلفل والطماطم لقطع متوسطة، وأنا تركت الزيت استخدمه بيعطيني نكهة طيبة للطبخة. خلت المقلاية على درجة حرارة عالية ورح ضيف اللحمة بدون ما ضيف أي مادة دهنية، سمن أو زيت. هاي الطريقة بتخليني انه اللحمة ما تفرز المي اللي بداخلها وتحتفظ فيها، بتبقى عنا رطبة وطرية. هلا مجرد ما اخذت هذا اللون البسيط بس رح ضيف السمنة. رح ضيف البصلة وقلبهم كتير منيح لتنضج عندي اللحمة. هلا انا قلبتهم مع بعض ورح اتركهم على نار عالية لحيث ما اللحمة عندي تنضج تماما. عندي اللحمة صارت جاهزة، رح ضيف معجون الطماطم، شرائح الفلفل المشوي والطماطم المجففة. بعد ما قلبتهم مدة دقيقتين مع بعض رح ضيف اليقطين، رح ضيف الحمص الحب والملح والفلفل الأسود. طالما استخدمنا معجون طماطم او طماطم رح استخدم رشة سكر لتعادل لي حموضة الطماطم. رح ضيف كوب مي مغلية، غمرتهم بالمي المغلية. رح اتركهم مدة نص ساعة على نار متوسطة ولازم غطيهم. طبقنا صار جاهز. مقادير الوصفة بالتفصيل بتلاقوها بصندوق الوصف. لايك للفيديو اذا حبيتوه والاشتراك بالقناة ليوصلكم كل جديد. وصحة وعافية. Thank you.